بصمة خالدة وضعها الزعيم عادل إمام في قلوب محبيه، واليوم يحتفلون معه بعيد ميلاده 84. استطاع خلالها أن يحتل قمة الفن على مدار 50 عاماً، إذ يظل النجم الأعلى أجراً والأكثر جماهيرية في العالم العربي. ولد الزعيم في 17 مايو 1940 في قرية شهاب مدينة المنصورة، ثم انتقل إلى القاهرة وحصل على بكالوريوس الزراعة. أحب التمثيل والمسرح، لذا قرر أن يبدأ حياته الفنية بدور صغير في مسرحية هو وهي عام 1962، ومن هنا انطلقت نجوميته ما بين المسرح والسينما والتلفزيون. قدم عادل إمام للمسرح 11 عملاً، أشهرها مدرسة المشاغبين، كما قام ببطولة 16 مسلسلاً تلفزيونياً أهمها دموع في عيون وقحة. ويضم سجله السينمائي ما يقرب من 250 فيلماً، من بينها العديد من الكلاسيكيات مثل الحريف والإرهاب والكباب، لينقش اسم عادل إمام بحروف من ذهب كأهم نجم شهدته الساحة الفنية العربية في تاريخها.